من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم سادتي. يا آل بيت رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي، وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح؟ بأبي من شروا لقاء حسين، بفراق النفوس ويا الأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوه فوقوه سمر القناة والبيض بالوجوه الصباح. آياه فئة إن تعاور النقع ليلين، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء
والأرواح أدركوا بالحسين، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي. الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة، مطيعين حاله كل فتى حظا يشيله. فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار، منهم نصارى والسعيد سواهم أنصار، والضيغم محمد يعوق المرض بالدار، في كل وقعة بيرق الأكبر يشيله. مولى أبو ذر الغفاري صار منهم، الأعلام رفت والعبد بيده، علمهم حظ نهضبه واختلط دمه بدمهم بعيد وقريب، اللي هلف من كل قبيلة. أهل حظوظ جابتهم وجلبتهم من بعيد، يوم المنية صار عدهم جنه العيد. كل من بعمره للفنا متقدم يريد، فادي له بروحه وكلهم فدويله. ومعذور الله أبا عبد الله، ما أصعب هذا الموقف على قلبك وأنت تنظر أجساد الأحبة مطرحة على أبوغاء كربلاء، وأنت وحيد بلا ناصر ولا معين. معذور فيهم بو علي، لا وقاف محتار، يا من يعاينهم ضحايا فوق لوعى، ما صار بالدنيا مثيلهم جملة تنصى، حقل عليهم لا وقاف دمعا يسيل، واقف يعاينهم وعينه تجري دموع، محتار والعسكر عليه تجمع جموع، يسمع خوات للمدينة تطلب رجوع. ردنا يا ابو السجاد يا شيخ القبيلة، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأمالي في الرواية عن كعب الأحبار أنه قال: جاء في كتابنا، يعني التوراة، إن رجلا من ولد محمد يقتل، فلا يجف عرق دواب أصحابه حتى يدخل الجنة ويعانق الحور العين. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.
أعجوبة الدهر ونفائس الجواهر والدرر من البشر هم أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين الذين عقمت أرحام النساء أن تلد أمثالهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وثبتوا واستقاموا على طريق الحق وبذلوا أنفسهم في سبيل الله دون تردد وأبدوا من المواقف والبطولات ما أصبح في قرآن الدهر آية عظمى يتأملها إلى آخر يوم من الدنيا كل عاقل أراد وخير أراد أن يعتبر ويتعظ ويستفيد عبرا ممن مضى بما يفيده لسعادة داريه الدنيا والآخرة. هؤلاء الأبطال رضوان الله تعالى عليهم ميزوا أو تميزوا بخصائص عديدة وكثيرة في دقائق معدودة، أحاول بمعيتكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن نضيء النظر على شيء من سيرتهم من أجل أن نرسخ ونثبت ونعمر قلوبنا بتلك السيرة إيماناً ويقيناً، ومن أجل أن نطهر بذكر أمثالهم نفوسنا من كل كدر وكل شائبة يشوبها، خصوصا فيما يرتبط ويتعلق بالإيمان بالله والولاء لمحمد وآل محمد. أول خصيصة يمكن الإشارة إليها لهؤلاء أو صفة بارزة فيهم هي أنهم كانوا من أهل الوعي والبصيرة، ما كانوا شذاذ الآفاق، ما كانوا سذجاً، ما كانوا جهلاء، ما كانوا مجموعة من الحمقى، ما كانوا أتباع كل ناعق، ما كانوا بالذين يرقصون مع كل أحد، وإنما كانوا يعرفون، كانوا أصحاب نظر وثاقبي بل ثاقبي النظر وأهل فكر وأهل تأمل، أصحاب علم وفقه. هذا حبيب ابن مظاهر الأسدي، عالم من أكابر العلماء، وصل من خلال علمه وإيمانه إلى أن يكون له القابلية عند معلمه أمير المؤمنين، وصل إلى هذا المؤهل أن يتحمل بعضاً من علوم الغيب، وهذه مو كل واحد يعطاها، تحتاج إلى قابلية معنوية وقابلية عقلية ونفسية كبيرة. لا يمكن أن يتحمل مثل هذه الأمور أي إنسان. برير كان سيد القراء، ولما نقول سيد القراء
لازم نعرف أن قارئ في لغة ذلك العصر غير قارئ في لغتنا اليوم. اليوم احنا نقول قارئ لمن يعرف كيف يتلفظ بكلمات القرآن بشكل صحيح ويقرأ قراءة جيدة، هذا نسميه قارئ. بذاك العصر كلمة قارئ تطلق على الإنسان الفقيه الذي يفهم الآيات، يفهم الآيات يعني يستطيع أن يستنبط من عدها أحكام، مو إنسان عادي وبسيط. أبو ثمام الصائدي كان رجلا داهية وذكيا، خصوصا في المجال السياسي ومن المجال الأمني، كان عضدا لمسلم ابن عقيل في حركته، واحد من أعضاء من أعمدة حركة مسلم ابن عقيل، كان يعتمد عليهم في التخطيط. وهذا هكذا قس بقية القوم كزهير بن القين أو كوهب أو كمسلم ابن عوسجة أو عابس ابن شبيب الشاكري وغيرهم، ما كانوا أناسا من أولئك اللي تعالوا بالشعارات البراقة الطنانة اللامعة، تعالوا للدفاع عن الدين، انهضوا في الجهاد في سبيل الله، انهضوا لتدخلوا الجنة، تعالوا لتعانقوا الحور العين، بهالكلمات البراقة حتى تتغدوا ويا رسول الله ومشاكل ذلك، تعالوا نقاتل الكفار والمشركين، ويجيبونهم من دون تفكير ومن دون تأمل، يحشدونهم يعبونهم ويروحون هذول المساكين يلقون بأنفسهم في المهالك وإلى جهنم وبئس المصير. هؤلاء الجهل المغفلين، يجي هؤلاء أهل الغدر والنفاق يستفيدون من هؤلاء. على كل الأمر الآخر، الصفة الأخرى، أنهم كانوا فدائيون من الدرجة الأولى، قوما مستميتين في القتال شديدي البأس. هذا الكلام ننقله عن من؟ ننقله عن لسان العدو، مو عن لساننا احنا. وكما يقال الفضل ما شهدت به الأعداء، إذا عدوك يشهد إليك، عدوك اللي يدور عليك كل عائبة كل نقص حتى يشهر فيك، لأن هو بعد ذلك يضطر إلى أن يشهد إليك مو ضدك، هذا فضل بالنسبة إليك. أصحاب الحسين شهد لهم عدوهم، في شرح النهج ابن أبي الحديد المعتزلي ينقل، يقول قيل لرجل شهد واقعة الطف مع عمر بن سعد، قال له أقتلتم ذرية رسول الله؟ ويحك، أقتلتم ذرية رسول الله؟ بماذا أجاب الرجل؟ ما أنكر، لكن بماذا أجاب؟ هذا مهم. قال عضضت بالجندل، عضضت بالجندل تعبير يراد من عنده مواجهة، عن تعبير عن مواجهة الأمر الصعب والشديد والقاسي جدا. قل لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، انت ما حاضر كربلاء، لو كنت حاضر ويانا كان سويت مثل ما احنا سوينا. قل شلون؟ قال ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها، أيديها في مقابض سيوفها، هذه
ثارت علينا عصابة أيديا في مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطم الجيش يمينا وشمالا وتلقي أنفسها على الموت. مو يفرون من الموت، مو الموت يلحقهم، هم يروحون إلى الموت. وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية أو الاستيلاء على الملك. طبعا احنا هنا في هالكلمة نتوقف ونتحفظ عليها، قل له انت مشتبه، دولة مو جايين من أجل الملك يقاتلون، ولا من أجل سلطان، ولا من، بس هذه إشاعة أشاعها الأمويون والشكل، ورادوا يشوهون صورة النهضة الحسينية بمثل هذه الكلمات الخبيثة. لا، هذا لسان عموما. ثم يقول: فلو كففنا عنها رويدا، لو شوية أعطيناهم مجال وفسحة بس، كانش سووا فيهم، لأتوا على نفوس العسكر بحذافيرها فما كنا فاعلين لا أم لك. لو بس أعطيناهم شوية فرصة كان أفنوا الجيش كله، وهم عصابة قليلة. تسأل هذا، تسأل عبيس عابس ابن شبيب الشاكري شلون كان موقفه لما نزل، أكو جماعة من الجيش يبدو ما كانوا يعرفون من يكون، يمكن سامعين عنه، عن بطولاته وشجاعته، بس ما يعرفون، رادوا يقابلونه يقاتلونه. فالتفت إليهم آخرون قال لهم: ويحكم، أتدرون من هذا؟ قال له: لا. قال لهم: هذا عابس، بس سمعوا باسم عابس تراجعوا ورا. عابس ينتظر يشوف الحور قدامه، الجنة قدامه، يريد هذول يجون يقاتلون، خايفين جبناء، كأنه رأى أنه سيتأخر عن اللحاق بركب من سبقه إلى الجنة، فألقى درعه ومغفره، المغفر اللي يوضعونه على الرأس يحمي حتى لا يصيب الرأس السيف، زين، أو يصيب سهم وما شاكل ذلك، زين، ألقى المغفر من على رأسه، الدرع اللي حاطنه على صدره قطع على صوب، زين، خلص خلع كل شيء يحمي بدنه، زين، وأقبل عليهم بسيفه وهو عار ما عنده بعش، يلا تعالوا قاتلوا. يا عابس أجننت؟ قال: نعم، حب الحسين أجنني. فنزل فدائي. سعيد ابن عبد الله الحنفي وقف يدافع عن الحسين وقت الصلاة قدام الحسين واقف، كلما أقبل سهم تلقاه بصدره يمين شمال، يتلقاه بصدره دفاعا عن الحسين سلام الله عليه. زين، قل لي كم سهم صابه، كم جرح صابه، كم طعن صابته، ما سقط الى الارض. واحد يضربونه بسهم، مي يسقط سهمين، مي يسقط ثلاثه، مي يسقط اربعه، مي يسقط خمسه، مي يسقط، زين، اخرته سته يسقط. السهام هذه مو بسيطه، وخصوصا اذا تصيب مواضع، زين، القتل من الانسان مواضع قاتله مو بسيطه. لكن هذا الرجل نتيجة الإيمان الكبير اللي عنده واليقين الراسخ في نفسه، زين، كأنه جمع كل قوة موجودة ذيك الساعة في نفسه في بدنه، استجمع كل شيء، وقف صابرا متجلدا حتى فرغ الحسين من صلاته سلام الله عليه، سقط إلى الأرض، سقط، وإذا 13 سهم في جسده، 13 سهم،
كلها متلقنها بصدره. شنو الإنسان؟ شنو العظم؟ شنو الاستماتة؟ شنو القوة والشجاعة؟ ما هذه الفدائية يا سعيد؟ كل هذا حبا في الحسين. آخرته يقول له: أوفيت يا أبا عبد الله؟ أوفيت يا أبا عبد الله؟ شو تريد بعد؟ وتعال إلى يقينهم. يقينهم أقبلوا، ما عندهم شك وما عندهم ارتياب وما عندهم تردد ولا محتارين في قرارهم. لا، كانوا على يقين تام بأن الذي هم عليه هو الحق المحض ولا شبهة فيه. أنقل لك أنا بس الكلمة عن سعيد بن عبد الله الحنيفي ليلة العاشر من المحرم، وهو يخاطب الحسين لما أذن لهم الحسين بالانصراف. ماذا قال؟ قال له: أبا عبد الله، وددت أني أقتل، وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر في الهواء ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة لما تركتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف وهي قتلة واحدة؟ لاحظ اليقين عنده. فكيف وهي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء إليها أبدا؟ هؤلاء أصحاب الحسين مو جايين، ما جاءوا مساقين مغفلين مضللين، ولا جاءوا طامعين، ولا أناس مهمشين ما لهم قيمة في الحياة. لا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذولهم. تعال إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي، رجل اللي خاض هالحروب وهالمعارك مع علي بن أبي طالب، وكل هذا لم يشك يوما من الأيام في صحة موقفه مع علي، بل كان يتمنى القتل مع علي، الشهادة بين يدي علي، إلى أن أخبره أمير المؤمنين أنه سيلقى شهادته بين يدي أبي عبد الله الحسين ولديه، وكان ينتظر تلك اللحظة تجي بأسرع ما يكون، وهو على أتم الاستعداد للحظوة بها. إلى اليوم الذي وصل فيه رسول الحسين إليه بكتابه يدعوه إليه إلى نصرته، فأخذ الكتاب قبله بعد أن قرأه وضعه على عينه ورأسه حبا وكرامة. يا ابن رسول الله، حبا وكرامة يا ابن رسول الله، لبيك أبا عبد الله. وإذا جماعة بني عمومة شافوا الرسول الحسين جاي إلى الدار، قالوا أكيد هذا راح يدعوه إلى القتال معه، تعالوا خلينا نعطله. إجوا بهالنية، بس نية وفعل خبيث، بس يلعبون على من؟ يلعبون على حبيب ابن مظاهر، يحتالون على حبيب ابن مظاهر اللي صاير سنوات
وهو يتحرق شوقا لتلك السعادة الأبدية. اليوم يجوا هذول يضيعوها عليه. حبيب ما وصلتك الأخبار؟ الحسين نزل أرض كربلاء متروحة نصرة، قال ما لنا والدخول بين السلاطين، وطلعوا من عنده بعد أن اطمأنوا إلى أنه لن يذهب. وإذا المرأة المؤمنة من خلف الستر زوجته تسمع كلماته تقطع قلبها المسكينة، ذابت حسرة وحرقة من كلمات حبيب. استغربت من عده، طلعت مباشرة من بعد أن خرجوا. حبيب ما كلام سمعته منك آنفا؟ قال وما سمعتي؟ قالت سمعتك تقول أنك لن تذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. قال أخاف عليك أن ترملي وأبنائي يتيمون من بعدي. قالت بحرقة حبيب دعنا نأكل التراب، دعنا نأكل التراب واذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. الله يرحمك أبو يوسف، هذه الأبيات ما تنسى في مثل هذا اليوم. يقول ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. جيب لعمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة، ظل حبيبي عاين الهيئة وغصب هلت دمعته. وحسيناه صار حبيبي يبكي من موقف زوجته المؤمنة، قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير. ترى هاي الكلمات مو مع اللسان حبيبي الوحدة، على اللسان كل محب للحسين. احنا كلنا عبيد لعلي وآل علي، ونعتز بعبوديتنا إلهم. وخلي يسمع اللي ما يرضى، هذا شرف إلنا وهذا فخر ونعتز به إلى أبد الدهر. ويلي صاح ما يحتاج النخوات بطل من الونين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم احسن، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته. وحسينا هناك، الحسين في كربلاء كان ينتظر لحظات يوصل حبيب ابن مظاهر الأسدي إليه. بيناه وكذلك وإذا بالغبر قد ثارت من ناحية الكوفة، صاح الحسين بأهل بيته وأصحابه قوموا واستقبلوا عمكم حبيب فقد أقبل لنصرتنا. من اللي طلع؟ طلع أبو فاضل، هذا لازم استقبال خاص له، مو كل واحد يستقبل رجل عظيم كهذا، لازم استقبال يليق به. طلع أبو فاضل وطلع علي الأكبر من خلفهم بنو هاشم والأصحاب يستقبلون حبيب ابن مظاهر الأسدي. لما وصل نزل عن جواده، أقبل مسرعا نحو الحسين، قبل بين عينيه ويديه، ثم انحنى يريد تقبيل قدمي أبي عبد الله.
ما حلى ذيك الشمايل يوم طبي الكربلاء طالع عباس البطايا الباولاد اخوي يستقبلك مرحبا يقل للشهيد وزينب تقيل لهلك ويلي وصل ميستبشر لابوسك نوتنا والرايت جاه من زينب سلامي ومدمع بالخدسة وقبل يسلم على الحور وعلى ذيك الاعياء قال يا وسبة يا زينب تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوته قالت حبيب الله الله في نصرة الغريب ويلي اذ قل لي يا ناصر يا حبيب يا ناصر حسين يا حبيب يا ناصر حسين شوف حاير بالنساوي شوف وحيد وما لهم عين حبيب وانا خايف من فجعة البين وانا خايف من فجعة البين انا خوفي على العباس وحسين شي جاوبها يقلها وعبرات جرية بشرية بتخير البرية روحي وأصحابي سوية كلها فدلكم يا هاشمي قال لأنعمنك عينا اقر عينك بالقتال والدفاع عنكم يا زينب صاحت محلكم يا اهل الشيم هذا محلكم ماجي من اسبي يكرام منكم تخلون بالذله حرمكم وما قصر حبيب سلام الله عليه بذل الغالي والنفيس قاتل حتى قتل من القوم 72 فارسا حتى تكاثروا عليه فطعنه أحدهم بالرمح في خاصرته فهوى إلى الأرض أراد أن يقوم ضربه لعين آخر بالسيف على رأسه فهوى صريعا نزل إليه الثالث فاحتز رأسه الشريف فهد مصرعه فهد مصرعه الحسين أقبل مؤبنا له رحمك الله يا حبيب أشهد لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة لكن ما انتهت مصيبة هذا العظيم عند هذا الحد استمرت إلى متى؟ إلى يوم 12 من محرم الحرام هناك لما أقبلت السبايا دخلت إلى الكوفة كان من بين من خرج للفرج على السبايا أو للنظر إليهم
ابنه والقاسم. القاسم ابن حبيب وعمره صغير، قيل عمره 12 سنة، جاي طالع مع بقية الأطفال، والد غايب، وأمه كل ما سأل عن أبي تقول له أبوك رايح بتجارة إن شاء الله يرجع لك رابح. شوية وإذا ينظر إلى فارس على جواده قد علق رأسا بلبان الفرس، تركله بركبتيها كلما مشت، شاف وإذا الدماء تصبغ شيبته ورأسه، لكن يظهر من وجهه النور، ملامح مو غريب عليه اقترب، وإذا به ينظر إليه فإذا هو أبوه حبيب. هنا يا لطم على وجهه ورأسه نادى وأبته، يا ياب كل ما قلت لأمي وين وعلينا، قالت لي مسافر عسى الله يرجع علينا. ضليت أعد الليالي وطالت الغيبة، جرعتني على صغر سني يا الأب مصيبة، يا أبي يا أبي من هو يا أبي بالدم بمن هو بالدماء، يا أبي هل لي صبغ شيبة، ويلي رأسك لفانة والجسد يا ياب في وين. يقول لي يا ياب ما تدري الدهار وش سوى بحوالي، خليتني يا ابويا بالكوفة بلا والي. ليش رخصتني يا يابا وانا عندك الغالي، يا هو العقب عيناك اللي يشفق علينا. شي جاوب حبيب بأي كلمات يمكن يسلي ولده والقاسم بلسان الحال، جاوب يقول له قال له حبيب ومدمع في وجنته هامي، أنا مثل التجارة ما شفيت في جملة أيامي، أنا بعت وشريت بمهجتي في محبتي مامي، كل ينور العين فدوى لبوسكين. يقول لي يا ابن إن كان اليتيم ما تقدر على هوايا، دير النظر عاين يتام حسين واطفال، شوف الذي بين الاجانب يسحب اغلالا، الجامعة بصدره وبرجله مقيدين، بني قاسم أبوك انذبح يا ابني وظل مرمي على الغبرة، لكن عقب الذبح ما نال مثل مدلل الزهرة، بالخيل بالخيل
الخيل بالخيل رضى وجثته وناس الشمور أنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم وارحم موتاهم شافي مولاهم أغن فقراءهم يسر أمورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان. فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وارحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحرمة المحترمة الفاتحة نهدي ثواب لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الحاضرين المؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومن مات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يلي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.